مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في برنامج أنتي. أنتي القوية المثابرة، الملهمة المستقلة، الجميلة والجريئة. أنتي الأم، الأخت، الزوجة والبنت. اقعدي معنا ساعة واحدة قادرة تبدل لك حياتك للأفضل. معي أنا مريم قادري خليفاتي في برنامج أنتي. الحاجة الصعيبة كامل كي نحبوا نأسسوا المشروع تاعنا هي الفكرة. دائما ما نعرفوش واش رانا حابين نديرو، بصح هذا ماشي عيب، لأنه كامل بدينا المسار تاعنا من هذه النقطة. فلازم تعرفي باللي بويسكو بوزيت على روحك هذا السؤال، سي كو راكي درتي المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى نحو المشروع تاعك. نوري لك واحد الطريقة سهلة اللي قادرة تعاونك باش تلقاي الفكرة تاعك. لازم تبداي تعرفي واش تحبي ديري، لي باسيون تاعك. واش تعرفي ديري؟ واش قريتي؟ الدورات اللي درتيهم، ولا حاجه اللي راكي ملهمه بها اللي تعرفي ديريها، ولا الناس يقول لك تعرفي ديريها، والحاجه اللي راهي خاصه في المحيط تاعك. كي تجاوبي على هذه الثلاثه نقاط تزيدي تجاوبي على النقطه التاليه اللي هي كيفاش تقدري تربحي دراهم من خلال هذه الحاجات اللي جاوبتي عليهم الفوق. الفكره رايحه تبان لك سبونتانيمون، بصح ولا ما خرجتلكش سي با غراف، قادره تعاودي هذه الطريقه بلوزيغ فوا، ولازم تركزي مليح باش تلقاي الفكره تاعك. يلا خلونا نروحو نشوفو الضيفه تاعنا تاع اليوم من خلال هذا التقرير. ضيفتنا لنهار اليوم من ولاية الجزائر العاصمة، مصممة أزياء وصاحبة ماركة، درست تخصص مالية ومحاسبة، وتوجهت إلى عالم التصميم والأزياء. بدأت المشروع ب 1500 دينار جزائري. الفكرة كانت سنة 2016 وتجسدت على أرض الواقع سنة 2020. الطموح الأكبر إنها توسع اسم الماركة الخاص بها. سمية جبالي صاحبة ماركة ملابس نسائية جزائرية. الفكرة كانت حلم واليوم أصبحت حقيقة. مساء الخير سومية، وشكرا على قبول الدعوة. شفنا باللي في التقرير باللي بديتي المشروع تاعك ب 150,000. احكي لنا حكاية ال 150,000. مساء الخير مريم، نشكرك على الدعوة تاعك. كما شفنا في الفيديو هكا كانت البداية تاعي في هذا المجال، وحكاية ال 150,000 هي انطلاقة الفكرة، لأنه بهذيك ال 150,000 شريت قماش وطلعت الموديل الاول ديالي وحطيته صورته، حطيته في ليزو سوسيو، اي شفت بلي كاين غوتوغ عليه، تم بدات الفكره تاع حد تاع دخولي لهذا المجال. بيان سور اون فيت كانت هذه البدايه تاعك، سيت الانطلاقه، ماشي درتي مشروعك ب 150,000، انطلاقه الفكره. تري بيان، ب 150,000. والفكره تاعك كيفاش جات؟ علاش درتي دخلتي في هذا المجال تاع الموضه وما درتيش حاجه واحده اخرى؟ صراحة الفكرة تاع دخولي لهذا المجال جات من بعد ما جربت بزاف مجالات. قيت دائما نسي حاجة جديدة، نحوس على وشنو هو المجال اللي راح نقدر نمت فيه أكثر واللي راح نلقى روحي فيه آلاز. قيت شحال من حاجة حتى وين لحقت المجال تاع تصميم الأزياء. هنا اللي عرفت باللي هذا هو المجال اللي لازم نكمل فيه، واللي راني قادرة نعطي فيه وندير بالك إضافة فيه، سواء في البلد تاعنا ولا اون جينيرال في الموند. تري بيان، الوغ سيتي بزاف حاجات طحتي ونوضتي حاجات بالك اللي درتيهم وما خرجوش عليك، شتي بلي روحك ماكش اليز فيهم، ومن بعد خيرتي اون فان كونت المجال تاع الموضه وتاع. سي بور سا ديما نقول لهم لازم تجربوا شحال من حاجه باش تلحقوا الحاجه اللي صح راكم قادرين تخدموا فيها. انا نشوف باللي الخدمه لازم نكونوا نحبوها باش نقدروا نطوروا فيها.
خاطش احنا نشوفوا باللي في المجتمع تاعنا كي نقولوا باللي بديتي المشروع تاعك 150,000 يقول لك شغل سي امبوسيبل، مي على حساب هي ماشي بدايه المشروع، انطلاقه الفكره كانت بهذا الشكل. بعدها جاو بزاف مراحل، لانه كي درت الفكره في راسي بديت نحوز ونشوف واش كاين في هذا المجال. اقتنعت باللي لازم نقراه باش نقدر ندخل ليه. تري بيان، رحت قريت وتكونت في هذا المجال في تصميم الازياء باش قدرت نتفادى كما نقولوا الاخطاء اللي يوقع فيهم الناس اللي دخلوا لهذا المجال وهما ما عندهم حتى درايه فيه. فكانت نوعا ما ساعدتني الحاجه هذه، لانه كان على بالي كيفاش يتصمم المنتوج من الديزاين حتى لوين يطلع. تري بيان، الوغ بديتي صممتي اول منتج تاعك، شريتي قماش 150,000، صممتي اول منتوج تاعك بعتيه في لي ريزو سوسيو. حطيته في لي ريزو سوسيو وشفت بلي كاين قبول عليه. هنايا اللي بدات الفكره تاعي تاع باش نولي مصممه ازياء، ولا باش نولي نكري دي تروك اللي نقدر نبيعهم للناس. بصح المشروع تاعك شحال كانت بدايه المشروع، شحال كان عندك لو مونطون تاع بدايه المشروع؟ خلينا من هذه الحكايه الاولى تاع 150,000، ومن بعد عاودتي لقيتي بلوس بيان سور باسكو كنت نقرا في لافاك ونخدم او ميم طون. كنت نلمد من الخدمه، اشاك فوا نلمد حاجه اشاك فوا نزيد نتعلم حاجه ونزيد نضيف حاجه لهاد الفكره. الفكره بدات في 2016 وتجسدت على ارض الواقع في 2020، فكاين مده كبيره ما بين 2016 و2020 اللي كانت فيها لافونت اون لين اللي تعلمت منها بزاف حاجات. تري بيان، داكور. وشنو هما العوائق اللي لقيتيهم في المشوار تاعك، ولا الحواجز، ولا اللي جاو في طريقك، وكيفاش درتي باش قدرتي تخلي المشروع تاعك يشد في لا دوري، صديق شد لك حد الان؟ باسكو سي فري تبداي مشروع ولا هكذا، مي 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 لو بلو كومبليكي هو يشد في الوقت، الاستمراريه. فوالا. العائق الكبير اللي لقيته في هذا المجال هو الماتيير بروميير كما في المجال تاعي انا اللي هو القماش. انا كنت دخلت التصميم فكره اني نصمم الموديل ونروح نحوس على القماش اللي نخدم به هذاك الموديل. كي بديت نصمم ونروح نحوس ما لقيتش هذاك لو شوا اللي نقدر نغياليزي به كامل لي موديل ديالي. فكي شفت الحاله بلي راهي صعيبه ما راحش ننجح فيها هكا، قلبت الطريقه فوليت نشري القماش ونشوف واش من الموديل اللي راح يطلع عليه الشباب. فوالا اللي راح يطلع عليه شباب اللي راح يساعد، اللي لازم نديروا له تيست اسك راح يكون مليح كونفورتابل، لا كاليتي تاعو تشد مام تلبسيها شحال من خطره. فبهذه الطريقه قدرت نتفادى العائق الاول. الحاجه الثانيه تي ادابتي المشاكل الاستم، ماشي قلتي ما كاش التيسو ما كاش القماش وكلش، قلتي خلاص هذا المشروع ماشي تاعي. سيتي كيفاش تادابتي روحك لواش كاين في المارشي؟ فوالا باسكو انا نشوف باللي المشكله لازم نحوسوا لها على حل ماشي نتوقفوا عندها. اكزاكتومون. العائق الثاني كانت نقص اتقان اليد العامله، كان مشكل كبير، وانا انسانه نموت على الدقه، بيرفكسيونيست. اكزاكتومون، فنحب الحاجه تكون مخدومه كامله مكمله كما نقولوا بالطبع. فلقيت عائق كبير باش تلقى الناس اللي يتقنوا الخدمه في هذا المجال، صعيب بزاف، هما كاينين مي صعيب باش تلحقي ليهم، لازم يصرى لك دي قال الاولى دوزيام تخوازيم باش تطيحي في الانسانه ولا في الجروب اللي راح يخدم لك كيما انت راكي حابه، كيما يلقاو التصميم يخرجوه لك في ارض الواقع. وي. اسكو بديتي ديريكتومون باللاتولي تاعك ولا خدمتي عند دوطخ اتولي قبل ما بديتي التصميم تاعك؟ دير لي برودوي تاعك خرجوا منها الاول من لاتولي تاعك؟ نو في الاول كنت نخدم مع دي جون اللي انا نمد لهم التصميم وهما اللي يخدموا هذاك الموديل. ابخي لحقنا الايتاب تاع صمغل ولات فريق، ماشي انا برك، انا مصممه الازياء تاعهم، مي صمغل هي عباره عن فريق اللي فيه لي كوتوريير لي فينيسوز، ان جروب كبير اللي راه يوقف على هذه الخدمه باش التصاميم تاعي تتجسد من الورقه لارض الواقع. واش هما لي كريتير تاعك باش تدخلي واحد يخدم عندك، وحده في ليكيب تاعك في الفريق تاعك؟ فلازم يكونوا يعرفوا المجال. باش كي نكون نهضر معاها تفهمني واش راني نقصد.
منضي هكا نربح وقت ونربح طاقه. انا حابه نقول لك معناتها كسوسوا في المجال تاع الخدمه تاع الخياطه ولا في مجال التسويق ولا في كامل المجالات ما تنحصرش هذه الحاجه غير في المجال تاع التصميم. نحصر في كامل المجالات. لازم الانسان يكون على بال واش راهو يخدم وخاصه يحب واش راهو يخدم. لانه الصراحه نجوز على ايامات اللي يكون فيهم الضغط ولا لا بريسيون في الخدمه. الانسان كي يكون يحب هذيك الخدمه راح يصبر على هذيك لا بريسيون. مي الانسان اللي ما يكونش يحبها ولا ما يعرفلهاش مليح ما راحش يصبر عليها. وهنا اللي راح يصراو بزاف امور اللي راح تعرقل بالك لافونسمون تاع الخدمه تاعنا ولا اللي راح تخرج لاختيك فيه بزاف لي ديفو. اي لازم يكون الخدام يكون باسيوني يحب الخدمه تاعو فريمون افيك باسيون ويكون يحب الشركه باسكو سي تري امبورطون كيكون يحب الشركه يحب الشركه باش يمد الماكسيموم لهذيك الشركه تاعو ولا نقول شركه يفو با ايماجيني ملتي ناسيونال زير شركه. دائما انا نقول لهم العمل كفريق افضل من العمل تاعك انت وحدك. ما تقدريش ديري كامل لي طاش وحدك امبوسيبل. لازم تتعرفي على ناس ولا تدخلي في وسط فريق اللي راح انت ديري الانطلاقه وهما اللي راح يكملوا الباقي. كل واحد على باش يكون مسؤول اكزاكتومون. يفو با كيكون دائما عندك المعلم والخدامين تاعو باسكو نصيبو منين داك المعلم يقعد يتمعلم على الخدامين تاعو. نو يفو كامل رانا خدامين لهذا الماركه ولا لهذا الشركه. رانا كامل كيف كيف رانا كامل في الخدمه تاع في خدمه الشركه هذه ولا هذه الماركه. لازم كامل يكون عندنا بيت واحد اكزاكتلي اللي هو انتاج تصميم اللي يكون بارابور الكاليتي ولو بري تاعو هو بارمي لي ميور برودوي في لو مارشي. اكزاكتومون اوكي. وشكون اللي عاونك ولا كي نقول لك عاونك قادر ماشي بالك بكلام بالك شجعك واش هي الحاجه اللي عاوناتك ولا الانسان اللي عاونك باش تلونسيتي مليح في هذا اسكو كانت كاينه حاجه ولا انسان اللي عاونك؟ شوفي الدعم الاول هو نفسي. من بعد ما دخلت المجال وقدرت نافونسي فيه شويه اللي ولا لونتوراج تاعي يقول لي وي سي بيان فازي كملي فاش راكي ديري روعه عجبنا واش راكي تخدمي لي كرياسيون تاعك ملاح رانا نلبسوهم راهم يجونا شابين فوالا. كنتي راكي مسؤوله على نفسك باش تطوري من حياتك ولا ديري الحاجات اللي تحبيهم. برافو. واش هي الحاجه اللي دفعاتك باش تبداي المشروع تاعك؟ وفي رايك واش هي الحاجه اللي تدفع الناس كامل باش يجيك هذاك لو ديكليك تاع لازم نبدا نخدم لازم ندير مشروعي لازم ندير حاجه؟ واش هي العفسه هذيك اللي خلاتك؟ انا في طبيعتي انسانه منتجه نحب بزاف نتعلم وندير اضافات سواء لونتوراج تاعي ولا ليا انا حاجات نتعلمهم. فنشوف كو العمل عباده ومليح لواحد انه يسعى في هذه الدنيا ويتقدم يلو كان بخطوات قليله. بالك كاين في بعض الاحيان وين نشوفوا انسان ما راهوش يتقدم للعلن بصح هو مع ذاته راهو متقدم تعلم كل يوم حاجات جدد يقدر يفيد الناس اللي معاه يقدر يقدم حاجات جدد في المجال اللي راهو فيه ولا في البلد اللي راهو عايش فيه. برافو تري بيان تري بيان. لازم بنادم يكون دائما خير من الانسان اللي كان البارح ما يقارن روحه مع حتى واحد ويسي كيفاش يكون انسان خير من اللي كان ويسي يكون افضل نسخه من نفسه. اكزاكتومون باسكو انا لا ميور فيرسيون دو سوا ميم بلي ربي سبحانه خلقنا باش نسعوا في هذه الدنيا وباش نطوروا من نفسنا ولا من المحيط اللي انا عايشين فيه. توتافي داكور افيك تو توتافي داكور. كيفاش جبتي الزبونات الاولى تاعك؟ عن طريق موقع الاتصال الاجتماعي التواصل الاجتماعي لي ريزو سوسيو. لي ريزو سوسيو داروا شغل نقله نوعيه في المجال تاع البيع والشراء باسكو ولا الانسان قاعد في دارو وهو يشوف في التليفون تاعو واش كاين ولا واش خرج جديد ولا شنو هم لي برودوي اللي يديروا في المارشي. فهذه الطريقه اللي بدات تقدري مع روحك وحدك تكري الماركه تاعك كيما انت درتي بعثتي خدموا لك لاغوب تاعك الاولى بعثتي خدموها لك في ان اتوليي وحدك درتي البيع تاعك ما تسحقيني واحد يبيع لك ني حانوت ني حتى حاجه. سي سا لا ديفيرونس وي. واش هو المفتاح تاع النجاح تاعك؟ الصبر. صبر صبر لازم يكون عندك صبر كبير باش في المشوار ولا في المسار تاعك في اي مجال كان يكون. جميع مجال فيه حاجات عيانين وحاجات ملاح وكاين في بعض الاحيان وين يطولوا هذوك الحاجات العيانين فلازم يكون عندك صبر طويل معاه باش تقدري تجاوزيهم ولا تجوزي هذيك لا بيريود ديفيسيل اللي راك تمري بها. بصح كيفاش باش جاك هذاك الصبر؟
فحبي للمجال اكزاكتومون لا باسيون تاعك تري بيان ميرسي خديك الصحه واش نحب فوالا سي البلوز امبورطون اون بلوس كي نخدموا حاجه اللي نحبوها ما نحسوش بلي رايحين سي با اون كورفي باش تروحي تخدمي ولا زعما تنوضي الصباح باش تخدمي تروحي افيك بليزير راكي حتخدمي باش تخدمي حاجه اللي تحبيها باسكو انا لو بليزير ديالي كي يخرج انا ارتيكل اللي نشوفه على لي كليون تنقول واو تري بيان التعب تاعي ما راحش بوغ ريان ما يهمنيش بالك الجانب المالي قد ما يهمني الغوتور تاع لي كليون تاع كيفاش يشكروا الخدمه تاعنا تري بيان فاصل ونعاودوا نوليو للجزء الثاني رجعنا لكم بعد الفاصل باش نرحبوا بضيفنا الثاني اللي هو السيد اسماعيل حرحد خبير في التسويق الالكتروني مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوه شكرا الاخت يعطيكم الصحه على الدعوه دوكا نشوفوا فقره تاع تخمام جزائري سقسيناهم اسكو يقدروا يديروا مشروع من 5000 دينار جزائري دوكا نشوفوا واش يقول الشارع الجزائري خمسة آلاف دينار تقدر تدخل مشروع وتجسده على أرض الواقع نشوف في الجزائر أنه صعب شوي ولكن صاحب طموح يقدر يبني مستقبل ولو بدينار واحد على حسب الأفكار اللي عندي أنا كشاب جزائري من 80 مليون وطلع نقدر زعما نخمم في بروجي اللي ساعدني بليطار باش نقدر زعما أميليوره تدخل بمشروع نتاع 500 ألف أنك يعني تطلع الناس قاعد تقرا عندها أكثر من عندها 5 ملايين عندها 10 ملايين وفشلت في المشاريع يا مدركة ما تاع 500 ألف ولا هذو قهوة ولا عشاء وخلاص ما يديرش بهم مشروع مع احترامات يعني ما راناش نزلوا المورال للناس بصح هذا واقع لازم واحد يكون منطقي ويكون واقعي مشروع يعني أنا واش راني نشوف أنا نشوف في رأيي أنا نشوف مع 10 ملايين وروح بإذن الله وربي مانيش عارف أي حاجة ربي يبارك له في هذه إذا كان هذا المشروع هو تجارة إلكترونية راح يكون فيه لأنه فيه مشاريع تاع تسويق الشبكي فيه كذا فيه يعني فيه شركات إلكترونية فتحت المجال أمام الشباب يعني ولو بمبلغ رمزي أنه يدخل المجال هذا بالنسبة للمشروع 500 ألف نورمال تكفي بالنسبة للناس اللي تعرف تسير دراهمها دونك كاين شي عباد اللي عنده هذيك الإسبري عنده هذيك كما يقول لك النزعة هذيك تاع أنه يدير بيزنس باش يبدا مشروع جديد قادر تعطي له 100 ألف يبدا بها مشروع جديد نورمال تما نتول الفكرة تاعك وأنت كيفاش تخمم باش تدير دراهم دونك ما جاتش في 100 مليون ولا 20 مليون ولا 50 مليون جات في أنت كيفاش تستثمر في دراهمك قادر 500 ألف تخبيها من شهريتك كل شهر تقدر دير بها حاجه بليطار دونك 500 على 500 على 500 تقدر دير بها حاجه دونك سي لوجيك عادي كي تبدا بروجي تبدا ب 500 مليون مليار تبدا ماشي ب 500 ألف واش يكفو واش راح تبدا ما انت ما عندك ما يديروا لك وما يقضي والو على كل 500 ألف نشوف فيها تخلص انا ما تقدريش ديري فيها بروجي في الجزائر 500 ألف ولا لازم لك بروجي عندك من 3 ملايين وطلعي باش تقدري ديري شويه بروجي ان بتي بروجي على الاقل على الاقل على الاقل 50 مليون وما فوق 50 مليون كي تروح تكري احيانا كي تروح تكري محل هذيك ال 50 مليون تحطها في الكرا الا ما عندكش محل ملك هذيك ال 50 مليون تحطها في الكرا تروح انت ب 500 الف دير مشروع واش من مشروع ديرو ب 500 الف بروجي ب 500 الف ما كاش ونقول لك شتاي لاصوم اللي قلتي لي لاصوم اللي تقدر دير بها بروجي لاصوم نقدر نقول لك ما فوق 30 40 دير بروجي هي 500 دير بروجي ماشي ما ديرش صح تقدري ديري بها بروجي بصح بروجي اللي ديري ب 500 كشغل لك دوري في يمك فاهمه دوري في بلاصتك تكفي نقدر نحل بروجي تاع لي زاكسيسوار عقاش نخدم نشري السلعه تاعي ب 500 الف ابخي نحط في لا باج ويشوفوا دي فوتو هكاك ويكومونتيو لا كوموند نوصلهم تكفيني 500 الف 3 ملايين 3 ملايين عندك تجيبي سلعه سيريه تاع كيما انا نخدم حوايج نقدر نجيب لي تريكوتبو ما على بالي شكون واقف في صغار اللي شغل السومه ديالهم صغيره تسمى كي تشريهم بالجمله السومه ديالهم صغيره تقدر دير بها تمشي بها 500 الف باش ديري فيها بروجي انفوسي بعد اختي ما تقدريش ديري بروجي ب 500 الف المبلغ اللي كيكون عندي باش ندير به بروجي كما نقولوا يبداو من 500 مليون والفوق باش تقدري ديري حاجه بروجي يعني متوسط 500 الف يا ما حد لك والو اوكي معايا بصح انا مستغرب انا نسترزق وانا هاك تشوفي نجيبوا لي كيت ما انا وصاحبي معايا يجيب لي مسعيد شغل هكذا 500 الف تقدر تجيب بها عرسه صغيره سي
السيد اسماعيل، واش رايك واش قالوا واش قال الشارع الجزائري في صبر الاراء؟ صراحه عندهم الحق وما عندهمش الحق، لانه 500,000 ممكن تكون بدايه مشروعك ولا الفكره كما قالت الاخت مع الاول، تكون بدايه الفكره فقط، لكن مش حتكفيك باش دير مشروع كبير. والخطا اللي يطيحوا فيه بعض الناس كيتسقسيهم على المشاريع، يديروا مشاريع كبار داخل راسهم، الوغ كو حنا رانا نهضروا على مشاريع صغار ولا بدايه مشروع. لانه تقدر بال 500,000 هذيك تشري قطعه واحده حجاب ولا اون روب ولا اكسسوار كما قال لك الاخ كيتمان، تعاود تسيي تبيعهم في مواقع التواصل الاجتماعي ماركت بلايس ولا في لي سيت انترنت كيما واد كنيس، ولا طم هذوك الدراهم باش تبدا مشروعك الحقيقي. يعني هنا رانا نقولوا باللي هذيك لازم الانسان اللي يبدا براس مال صغير يقدر يبدا، صعبه بزاف لانه عندنا زوج حاجات كي تبدا جديد تسحقهم، هي راس المال والاكسبيريونس. يعني كي يكون عندك اكسبيريونس وراس مالك صغير، عندك خبره في كاش حاجه مليح زعما في الخياطه ولا في ستيلي تكون موديليست ولا حاجه، ممكن يكون راس مالك صغير بلي كونتاكت ديالك وشويه منا شويه منا تقدر ديماري. لكن كي ما يكونوش عندك فين زوج صعبه جدا، لكن ماشي مستحيله. يعني هنايا نقولوا كاين ناس واش راهم يهضروا عندهم الحق وما عندهمش الحق، معناتها تكون فريمون نقطه الانطلاق، ومن بعد لازم بيان سور تزيد هذه على هذه حتى تلحق البيدجي اللي لازم لك. تقدر تفهمنا واش هي التجاره الالكترونيه واش هي اهميتها؟ التجاره الالكترونيه بكل بساطه هي بيع وشراء السلع او الخدمات عبر شبكه الانترنت. يعني نقدروا نبيعوا سلعه كمنتجات ولا نعاودوا نشريوهم نعاودوا لهم البيع عبر الانترنت، كسوسوا بالاورغانيك ترافيك يعني بلا ما نخلصوا دراهم، ولا نديروا حملات اعلانيه مدفوعه. نخلصوا حملات اعلانيه مدفوعه باش الناس يشوفوا جمهور اكثر، يلحق المنتوج تاعنا للجمهور اكثر باش نقدروا نحققوا مبيعات اكثر. والاهميه تاعها هي راهي مهمه جدا مع التقدم والتكنولوجيا اللي رانا فيه، يعني ستون شونس ولا امون كاغاني، يعني انسان يقدر يربح اكثر عبر الانترنت وبالك ما راهوش يدير فيها. يعني هنايا نقولوا بلي مهمه جدا، وجميع شركه كبيره اللي راهي تكزيستي راهي كاينه في الانترنت. اسكو هكا بديتي هذه المراحل اللي هضر عليهم؟ اسكو انت هكا بديتي؟ كانت الانطلاقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لانه دوك نشوف بلي مواقع التواصل الاجتماعي خل باب كبير عاونوا الناس على باش يبينوا واش راهم يخدموا ولا واش راهم يبيعوا ولا واش راهم يكريو اكسيتيرا. تما هو باب اللي راح يسمح لهم على باش يروجوا للمنتوجات تاعهم ولا للخدمه تاعهم بطريقه سهله. واش هما لي توندونس ولا الاتجاهات الحاليه في التجاره الالكترونيه اللي لازم الشركات يتبعوها؟ الحاجه الاولانيه لازم يكون اي شركه ولا اي تاجر جديد كسوسوا تاجر كلاسيكي ولا الكتروني لازم يبان في المواقع التواصل الاجتماعي. وكي نقولوا احنا كما في الجزائر عندنا الفيسبوك اللي هي ميتا، هي ميتا فيها فيسبوك انستغرام، وكل ما يعني كل حاجه تقدر تبين روحك فيها في الانترنت لازم تديرها. وحاجه مهمه بزاف سورتو باش تطول في الدومين وتبان بزاف في الانترنت. ومن بعد بالك لازم لك سيت ويب باش تقدر تسهل على روحك لا جيستيون تاع لي كوموند تاعك، باسكو في انستغرام ولا فيسبوك سي دي ميساج اللي يلحقوا لك مي كيوليو عندك بزاف لي كوموند وكلش، لازم تروح فيغ لو سيت ويب. في قضيه السيت ويب كي يكون الانسان يبدا في التجاره الا كانت جديد يقدر يدير حملات اعلانيه بالرسائل فقط في البدايه تاعو. كيفاش بالرسائل؟ حملات بيع بالرسائل، يعني يبعثوا لك لي ميساج بصح باش يشريو. باسكو كاين طرق، كاين الناس كيبداو جدد في التجاره الالكترونيه يلقى واحد القفله زرقاء بوستي لا بوبليكاسيون، هذيك البوستي لا بوبليكاسيون ما راهيش موجهه للبيع، هذاك لوبجيكتيف دو فونت راهو موجه لوبجيكتيف هذاك للتفاعل باش يديروا لك جام ودي كومونتير. داكور. بصح باش تبيع حقيقه لازمك تدخل الفيسبوك ادز تلقى عندك منصه سبيسياليزي يعطوك فيها دي زوتي اكثر ادوات اكثر للبيع، اللي من بينهم فيها البيع عبر حملات الرسائل كيكون انسان جديد وما عندوش راس مال كبير. بعد ما يبدا يخدم ويبدا يحقق شويه مبيعات يقدر يروح ولازم يروح عليه مع الوقت يدير ان سيت ويب اللي به
يقدر يخدم حملات اعلانيه تاع كونفرجن، يعني يولي يدخلوا دي كوموند اوتوماتيكمون ويجيريهم بلو فاسيلمون. سي اون ابليكاسيون هذه هذه متوفره فيسبوك ادز في منصه الميتا في ابليكاسيون وحدها، اي واحد يقدر يدخل راهي داخل راهي داخل نفسها في داخل الفيسبوك، عندك جيستيونير دو بوبليسيتي تكليكي عليه يعطيولك ان كونت بوبليسيتير اللي تقدر دير به حملات اعلانيه مدفوعه، واي واحد فينا عنده فيسبوك كيما رانا كامل هنايا عنده القدره باش يدير هذيك الحاجه. اسكو لازم فورماسيون باش تقدر تخدم بالجوجل بالفيسبوك ادز، ولا لازم لك ولا نيمبورت كي يقدر يستعملها؟ انا في رايي الشخصي، انا نهار بديت واحد ما ورالي واحد، في رايي الشخصي الانسان لازم يميتريزي ادوات البحث كيما جوجل يوتيوب، ويعرف يطرح الاسئله المناسبه باش يتعلم، ولا يقدر ثاني يدير اون فورماسيون باش يربح وقت. يعني الا حب يربح وقت ويتعلم من الاخطاء تاع الاخرين، ممكن الا لقى الاشخاص المناسبين باش يدير عندهم فورماسيون ممكن يربح بها وقت. لازم فورماسيون يا لو كان وحدك ولا، مي لازم كوم من فورماسيون، لازم يتعلم. يا وحدك لازم تتعلم، ما كاش كيفاش عندك دي زيتاب باش تجوز عليهم، ما تقدرش تعرفهم وحدك. يعني لازم باش تدخل فيسبوك ادز تعرف وين نكليكي القفالي اللي نكليك عليهم، كيفاش نستعمل لابلاتفورم، كيفاش ندير سيت انترنت، اسكو نديرو نخدم انا السيت ديالي ولا نتوجه لشركه تبيع تكري لي ولا تخدم لي سيت انترنت. هادو كامل لازم يجيب المعلومات، ورغم كاين الحمد لله بزاف معلومات مجانيه كسوسوا في اليوتيوب ولا في الانستغرام ولا حتى في تيك توك، كاين دي ريلز فيهم معلومات مختصره، واللي حاب يتغمق اكثر اللي اوبليجي يجوز لجوجل ولا كيما نقولوا دوك بالذكاء الاصطناعي حتى يدخلها في تشات جي بي تي، ياخذ المعلومات يبدا يطبق فيهم. وننصحهم يحاولوا يحتكوا بالتجار الالكترونيين مثال اللي كيما هما، ولا يدخلوا في الجروبات، كاين في الفيسبوك مثال في الجزائر فيه بزاف لي جروب، في تيليجرام وفي الفيسبوك ايضا، اللي يقدر يحتك ويلقى تجار الكترونيين مبتدئين ولا متقدمين عليه بدرجه فقط، يقدروا يلحقوا له المعلومه بالك سهله اسهل من واحد اكسبير يعطي له معلومات شويه كومبليكي عليها. داكوغ، واش هي الحاجه اللي خلات التجاره الالكترونيه تنجح على التجاره التقليديه؟ هي نقولوا التجاره الالكترونيه مكمله للتجاره التقليديه، يعني التجاره الكلاسيكيه، لانه احنا مثال في الجزائر نخدموا كاش اون ديليفري، الدفع عند الاستلام، يعني انا نجيب طلبي عبر الانترنت لكن الدراهم باش نشدوهم كما نقولوا كلاسيكيا. واش السلعه تاعنا كي نشريوها في اغلب الاحيان ماناش نشروها الكترونيا، رانا نشروها السلعه هذه في الاسواق. داكوغ، اسواق العلمه، الحاميز، ولا اسواق الجمله اللي كاينين في الجزائر. دونك هنايا حنايا كتجار الكترونيين رانا محتكين بالتجاره الكلاسيكيه، يعني تاجر الكتروني ما يكونش يعرف يشري السلعه ولا لا ماتير بريمير في الميدان، ما يعرفش يشري كما نقولوا لافير كما نقولوا حنايا، باسكو الفايده راهي في الشريه دائما، ما يعرفش وما يعرفش ينتقي المنتجات المليحه اللي ما فيهمش لي ديفو، ما يقدرش ينجح في تجارته الالكترونيه. يعني في رايي انايا التجاره الالكترونيه مكمله للتجاره الكلاسيكيه. داكوغ، ما كاينش ان سيستم هنا في الجزائر اون ابليكاسيون ولا كيما باغ اكزومبل امازون وين تشري في الابليكاسيون وتبيع في الابليكاسيون، نو لازم تشري في الارض الواقع وتبيع في انترنت، ما كاينش اون ابليكاسيون في الجزائر تشري في ارض الواقع. داكوغ، بداو دركا بداو واحد الشركات جزائريه هنا يخدموا طريقه اسمها التسويق بالعموله، يعني يسهلوا على الانسان اللي راس ماله صغير، هنا نولوا اللي راس مالهم صغير ننصحهم باش يخدموا التسويق بالعموله في البدايه تاعهم. كاين شركات يوفروا لك هما المنتج، هما يوفروه لك وانت تحاول تبيع وتسوق له وتاخذ الفائده ديالك، بهذه تقدر تطمر راس المال، هما يدبروا راسهم بشراء السلعه بالسورسينغ، هما يجيبوا السلعه يمبورتيوها قانونيا يجيبوها لك، يوفروا لك كثير باقي من المنتجات، انت تبدا تيستي فيهم، تحاول تشوف وين تقدر تبيع، واش تعرف تبيع وكيفاش تبيع، تخدم لي كرياتيف تاعك تسمى الفيديوهات تاعك التسويقيه، حنا نقولوا لهم اليو جي سي، يعني تحكم البروداكت ديالك وتصور وتفيلميه وتسي تلحق المعلومه للزبون باش يشري عليك، توصف له المنتج تخدم بها، تقدر تطمر راس مال بها. راه هذا وين بدات لكن في الجزائر وراهي ناجحه، كاين بزاف ناس بداو براس مال نقدروا نقولوا صفر قريب صفر، يعني شويه دراهم تاع الادس برك باش يديروا شويه بوست، ولا كاين مام اللي يجيب المنتج ويروج له في الماركت بليس تسمى وين في لي جروب باطل، يحاول يجيب شويه مبيعات يطم بهم دراهم. راهي بدات هذه اللي قلتي لي عليها، لكن في اغلب الاحيان والتجار الالكترونيين اللي خرجوا مبيعات كبار وبزاف يسون اوبليجي يجوزوا على التجاره الكلاسيكيه. داكوغ، وانت يا سميه اسكو راكي تاكله بزاف على التجاره الالكترونيه ولا راكي
دايره شويه تجاره الكترونيه وشويه تجاره تقليديه. في الوقت الحالي راني نشوف بلي راني متوازنه ما بين التجاره الالكترونيه والتجاره التقليديه. فكاين بزاف دي كليونت اللي ما تحبش تشري اونلاين. نقول لك انا بريفير يكون كاينه ماكازا وين نجي نقيس نشوف لا كاليتي تاع لو برودوي. وكاين اللي نو كاين تقول لك انا ما نحبش نديبلاسي بريفير نشري اونلاين. فالحاله راهي ما بين وبين. انا عندي هذا المشكل في المنتجات تاعي فيكو سي دو ماكياج، لازم لها تسيل البرودوي تحس به ايتو باش تقدر تشريه. سي بور سا كو يمشي بلوس في التجاره التقليديه كو في الكلاسيكيه كو في الالكترونيه. سيد اسماعيل، ما هي التحديات الرئيسية اللي يواجهها التاجر الإلكتروني وكيف يمكنه التغلب عليها؟ هي صراحة التجارة الإلكترونية فيها دراهم اللي يعرف يخدم، لكن من الخطوة الأولى حتى الخطوة الأخيرة كامل تحديات. يعني باش نعطيك التحديات، التجارة الإلكترونية فيها بزاف البروسيس، يعني بزاف دي زيتاب يقعدوا يتعاودوا من بداية شراء المنتج، انتقاء المنتج، هي من اصعب الامور في التجاره الالكترونيه. يعني كي يكون انسان عنده ماركه راهو سهل على روحه، يعني يخدم دي موديل وراهو يخدم شاك فوا يبدل الموديل. لكن تاجر الكتروني اللي يخدم جينيرال برودكت، يعني يحوس المهم يبيع يجيب مبيعات كل يوم، عنده مشكله الاولى تاعو هي انتقاء المنتجات. وشنو هما المنتجات اللي راح يبيعهم في الصفحات ديالو، سواء فيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك ادس ان شاء الله الا تلقوه عن قريب، رانا نستناو فيه. هنايا المرحلة الأولى تاع انتقاء المنتج ديجا راهي مشكل، لأنه دي فوا يكون الاستيراد مفتوح، دي فوا يكون الاستيراد مغلوق، دي فوا كاين منتج تشريه يجيب لك مبيعات ملاح طلبيات كما نقولوا، بصح في أرض الواقع تلقى 10 حبات منه ولا 100 قطعة فقط ولا 20 قطعة، ألوغ كو أنت بالك خدمت عليه وصرفت شوية دراهم باش توجد الحملة الإعلانية تاعو. يعني هنايا كاين هذا التحدي. أنا نشوفه من أصعب التحديات هو انتقاء المنتج. إذا قدرنا نعرفوا ننتقيوا المنتجات نخيروهم ولقيناهم في السوق ولا عرفنا من نشريوهم، رانا ديجا ربحنا إطاف كبيرة بزاف في المرحلة تاعنا في التجارة الإلكترونية. عندنا المرحلة الثانية ثاني هي في التجارة الإلكترونية هي التسويق. ثاني من المراحل الصعبة، لأنه يقدر زوج مسوقين، زوج أشخاص تعطي لهم نفس المنتج، واحد يقدر يجيب به 50 طلبية 40 طلبية يومية 100 طلبية، والآخر ما يقدرش يجيب ميم با طلبية واحدة. علاش؟ طريقة التسويق ولا كيفاش يتوشي لي زونغل ماركتينغ، الزوايا التسويقية. يعني منتج ديستيني لنسا نخدموا له كرياتيف تاعو، يعني اون بيبليسيتي تاعو، ماشي كيما منتج ديستيني للرجال. يعني الإنسان إذا كان ناقص في التسويق وما يعرفش يلقى الزوايا التسويقية لي زونغل ماركتينغ المناسبين باش يقدر يحفز الزبون اللي راهو يشوف الزبون المحتمل على الشراء، هنا ديجا مشكل. يعني ننصحهم انايا بعد تعلم انتقاء المنتجات يتعلموا واش معناتها التسويق. التسويق اللي هو كيفاش نلقاو لافاتار كليون، يعني الاشخاص اللي راح يشريو، اسكو نسا كبار نسا صغار شيوخ اكبر، فوالا لا سيب. ومن بعد دوزيام مون ثاني لي زونغل ماركتينغ اللي توشيهم بهم، كيفاش نقيسوا لهم المشاعر، باسكو حنا في التجاره الالكترونيه عندنا مده زمنيه صغيره باش نبيعوا، اللي هي ما بين 15 و50 ثانيه في الفيديو. وي. كيفاش نقنع الزبون في 15 و50 ثانيه؟ هذاك الزبون وهذاك الزبون ما يعرفنيش، ما يعرفش الصفحه ديالي ولا كيفاش نقنعوا في بضع ثواني. انا كي نكون سكرولي في تيك توك ولا انستغرام كي نشوفها باللي سبونسوريزي ما نفوتها بالخف، ماشي كيما حاجه تجي ناتوريل. هي هذا الامر طحنا فيه بزاف في اواخر 2020 كي بداوا الناس يخدموا في الكوفيد وبدات تقوى المنافسه في التجاره الالكترونيه، صرا نقولوا له ان مونك دو كونفيونس بين الزبون والبائع. علاش؟ كان ثاني كاين واحد التجار ما كانوش نزيهين وباعوا منتجات ماشي واش تشوفي واش لحقك. لكن الحمد لله دركا كي ولينا نخدموا باليو جي سي، هذه اليو جي سي معناتها نسيو نكريو حنا الكونتوني تاعنا، ما تيليشارجيوش اون فيديو واجده ونحطوها. كي نخدموا لو كونتوني ونسيو ندناو لو ماكسيموم للزبون، كما مثال انا من بين الطرق التسويقيه تاعي اللي نجحت لي بزاف هذه الاعوام الاخيره، هي نوري دائما حاجه تاع الجزائر باش يامن بلي البرودوي تفيلما في الجزائر. يعني نوري ان باسبور، زعما نديرو ان ميني ساك هكذايا، نوري باللي جبدنا باسبور ان كارد ايدونتيتي 200,000 تاع دراهم. هنا نحاولوا الماكسيموم، هذه هي المهمه تاعنا الصعبه، انه نتقربوا من الزبون قد ما قدرنا. وثاني ما ننساوش حاجه، انت كي سكروليتي بالك خفتي من سبونسوريزي، مي كل يوم كاين الاف ومئات الالاف تاع طلبيات في الجزائر. داير تقدري تروحي
الشركه تاع التوصيل الكبيره في الجزائر تروحي قدامهم وتشوفي الطلبيات اللي يدخلوا والكم الهائل من الطلبيات اللي يدخلوا ويخرجوا منهم. هذوك الطلبيات شكون كوموندهم؟ اشخاص، لكن قاسوا لهم واش يسحقوا، باسكو في التجاره الالكترونيه لازم نلقاو مشكل ونسيو نبيعوا لهم الحل تاعو. يعني اي زبون عنده مشكل نسيو نلقاو له الحل تاعو. داكو. وسميه، اسكو انت تستعملي سبونسورينغ ولا لا؟ لا في باش ما نعتمدش عليه بكثره. مي في بعض الاحيان ان تبوستي به. داكوغ اوكي. سيد اسماعيل، ما هي الادوات ولا المنصات اللي تنصح بها في التجاره الالكترونيه؟ هي كما قلنا مع الاول، قبل ما نجوزوا للمنصات والادوات اللي راح تكون فيها مصاريف زايده، يعني كل ما اغلب المنصات الملاح اللي نبيعوا فيهم لي سيت واب ولا يكونوا مدفوعين. عندنا لافونتاج الاول اللي نعاودوا، كيكون انسان راس ماله صغير، باسكو في الحصه هضرنا على راس مال صغير، يبدا بحملات اعلانيه البيع عبر الرسائل، اوبجيكتيف دو فونت، يعني يعطي للفيسبوك يقول له حبيت نبيع فونت فلاب. بون ما نقدرش نوري لكم هنايا مي سور بي سي. بريميرمون هذه لازم نخدموا بالبي سي احسن. يعني انا ننصحهم ميم لما عنده جراس مال يسلف بي سي. بالبي سي حتى تلقى دي زوتي اللي ما تشوفهمش في التليفون. صح. نخيروا ان اوبجيكتيف دو فونت، يعني البيع. ومن بعد نقولوا له يبعثوا لنا رسائل، هو يدوموندي لك اعطيني السيت واب، انت مع الاول بالك ما عندكش راس مال. من بين الحاجات لي زافونتاج الكبار اللي في الفيسبوك والانستغرام، يخليك تقدر تبدا تبيع بلا ما عندك، بلا ما تصرف بزاف دراهم. من بعد كي نطموا شويه راس المال ونبداو شويه، كيما نقولوا نصيحه ثانيه حبيت نمدها، كاين تجار كي يبداو جدد يبداو يعاودوا ياكلوا من الفائده تاعهم. وما يكبرش راس ماله وما يقدرش يقعد دائما في ليطاب الاولانيه اللي هي يبيع بلي ميساج. يعني صوتيو كي قلتي للمنصات، كاين منصات اجنبيه رائعه وكاين منصات في الجزائر الحمد لله هاد العامين الاخرين ثلاث سنين داروا منصات احترافيه كبيره. بون نبداو بالمنصات الاجنبيه اللي معروفين، كاين شوبيفاي، كاين ووردبريس بالوو كوميرس، كاين ويكس، كاين مئات تخلص دفع شهري وتقدر تستعمل هذيك المنصه وتبدل التام والديزاين تاعك، وكل خطره تزيد تخلص شويه. وقتاش تبدا ديرهم؟ كي تبدا دير الفائده وتدخل المنصه باش تزيد دير فائده اكثر، كي تسكيلي البيزنس ديالك. يعني ماشي انت مازال ما درت فائده والو تبدا تصرف دراهم في منصات ما تعرفش تستعملهم. هذه وحده. ثانيتها كاين منصات جزائريه، كاين ايكو ستور، اوكي ستور، ويغو، اوري ستور، كاين مئات يسامحونا اللي ما قدرناش نذكروهم. وكامل سيتهم لا بلوبار سيتهم فيهم نتائج رائعه وراهم انفيستيين دراهم كبار فيهم. يعني شركات هذو اللي نقول لك عليهم شركات كبار وراهم يمدوا في ليكو سيستيم تاعنا بلوس باش انسان يقدر يخلص بالدينار فوالا، يعني بالدينار شي. وثاني عنده ان سيبورت كليون، باسكو كي تكون مع اجنبيين ما عندكش هذاك السيبورت كليون كيما كي تكون شركه جزائريه. عندهم سياج تقدر تروح لهم، تقدر تعيط سيرفيس كليون يعاونوك. وحتى كاين شركات بارك الله فيهم بلا ما نذكروا الاسماء كاين بزاف، راهم يديروا دي فورماسيون غراتويت، كي تتعامل معاهم يديروا لك اون بتيت فورماسيون كيفاش تستعمل المنصه تاعهم، حتى عندك اسئله في التسويق ولا يوريو لك باسكو سون دي زيكسبير تاعنا. تري بيان. اسكو انت عندك سميه، اسكو عندك سيت ويب تخدمي به ولا تخدمي غير بلي باج؟ نو نو عندنا سيت ويب. تري بيان. سيت ويب. داكو. واش رايك سهل عليك الخدمه فيه؟ سهلت بزاف سورتو في الكوتي تاع لي كوموند، يسهل بزاف الخدمه باغابوغ لي ميساج في انستغرام ولا فيسبوك، سورتو في انستغرام حنا نخدموا فيه بزاف. دي فوا الناس تبعت ماشي باش دير كوموند غير باش تسقسي لا كاليتي تاع حد لارتيكل ولا التيسيو هذا اسكو تلبس في الشتاء ولا في الصيف. فهاد الحاجه خليناها غير في الانستغرام في لي ميساج انستغرام، ولي كوموند يجوزوا كامل في السيت على السيت ويب. داكوغ. سيد اسماعيل، واش هما المشاريع اللي في رايك هما اللي يمشيو لو بلوس في التجاره الالكترونيه؟ التجاره الالكترونيه فيها بيع المنتجات والخدمات. مثال نعطيك مثال، درك احنا تجار الكترونيين عندنا مشاكل، عندنا مشاكل تاع نقل السلع، عندنا المشاكل تاع لومبالاج، عندنا مشاكل تاع لي سونتر دابيل كيكونوا بالك بزاف طلبيات، كاين اللي ما عندوش بالك لي تاع ولا ما راهوش داير سياج كبير باش يجيب خدامين يديروا. نقدروا نوفروا لهم، تقدر تكون فكره من الشباب يحاول يوفر حلول كهاد المنصات اللي كنت نحكي لك عليهم، حلول للتجار الالكترونيين، باسكو كاين بزاف تجار الكترونيين، يعني كاين مارشي بدا يكبر تاعهم، نقدروا نبيعوا لهم خدمه. ولا كي نحكيو على المنتجات اللي راهو رائج دركا باش يخدم واحد الون تيرم على المدى الطويل، يخدم كيما راهي تخدم الاخت ولا انتيا البراندينغ، يعني يدير براند، يدير ماركه،
ويولي يطور فيها مع الوقت، بالك النتائج محش يكونوا على المدى القريب، لكن كي تبدا تكبر الماركه خلاص راح تشوف هذاك التاع راح تشوف الريزولتا ريزولتا وينقصوا بزاف مصاريف في الحملات الاعلانيه، ولا باسكو الناس تولي تعرفك وتولي تقدر تبيع كم كبير بلا ما تصرف بزاف في الماركتينغ ديالك. وكاين ثاني حنا كيما انا اختصاص ديالي هو بيع المنتجات جينيرال برودكت جينيرال دونك انايا الاختصاص ديالي نخدم بزاف المواسم. كيجي الصيف عند كاين منتجات نحوس عليهم قبل ما يلحق الصيف، كيجي الشتاء نحوس على المنتجات قبل ما يلحق الشتاء ليحلوا مشاكل. باغ اكزومبل في فصل الشتاء كاين الشتاء دونك كاين مشكل تاع لي طونشيتي، الناس يدخلوا لهم بزاف الماء، نحوس منتج تبع على حساب اللي يقدر يحل هذاك المشكل. وي واسكو نشوفوا شويه في لي غيل وكلش نشوفوا باللي يوريو لك عباد في ليترونجي بوكو بلوس، يوري لك عباد زعما ولاو مرفهين وكلش غير على حساب التجاره الالكترونيه، وباللي تاخذ لهم غير زوج سوايع خدمه برك. اسكو ما نهضرش على البراندينغ كيما انا وانت، نهضر على التجاره كيما انت تخدمها الالكترونيه جينيرال. يقول لك اون بو دوفنيغ غير شغل غير بخدم تخدم زوج سوايع في النهار من دارك تقدر تربح دراهم كبار. للاسف هذه حاجه رجولها خاطئه 100% خاطئه، لانه التجاره الالكترونيه هي عامل كيما كامل فيها الخدمات كبير. فيهم تعب كبير وفيهم بزاف البروسيس فيهم، ورائد الاعمال ولا التاجر الالكتروني راح يكون عنده بزاف حاجات يجريهم على الاول. كي يكبر الفريق تاعو مع الوقت بعد سنوات من الاجتهاد والتجاره فيها ربح وخساره، يعني مع الاول كيبدا راح يبدا يخسر شويه دراهم باش يعرف باش يرفد ليكسبيريونس وباش يعرف ا بو بري واش من المجال ولا واش من نيتش. تسمى اسكو يبيع بزاف غير الحوايج تاع لي بيبي ولا يبيع باغ اكزومبل الحوايج تاع الصيف برك ولا يبيع جينيرال برودكت كيما انا. هاد الخدمه نقدر نقول لك انا التجاره الالكترونيه تاخذ لي قريب 12 ساعه. انا من نخدم في النهار ونزيد ما نرقدش في الليل باسكو ندخل لا بلاتفورم تاع الاد ونعس الخدامين. ما لازمش واحد يامن واش يشوف كلش باسكو يوريهم كيف انا ليا مستحيل. لكن واحد ولا زوج اذكياء بزاف علينا في العالم زوج برك ممكن، لكن نحكوا على العامه عامل تنوض على 8 تاع الصباح تخدم بعد العشيه عندك لي كونفيرماسيون دو كوموند عندك الخدامين اليوم بالي عندك تبع دراهمك الا ما غلطولك شركه تاع التوصيل وموراها تزيد تدخل في لا بلاتفورم باش تطلق الحملات الاعلانيه وحنا نفيلميو لي برودوي ثاني تاعنا. هذه هي وكل ما هو اداري ولا قانوني. هاد لا كيسيون بوزيها لكم بين زوج، واش هما المراحل اللي لازم نديروهم واش هما باش نقدروا نحلوا السيت ويب تاعنا ولا ندخلوا في التجاره الالكترونيه؟ سميه واش هما المراحل اللي درتيهم في تو سكي ادمينستراتيف في كوتي تاع التجاره الالكترونيه؟ الامر سهل جدا. تكري انت لو سيت ويب تاعك تبدي تخدمي فيه، ما فيهاش امر اداري. باغ كونتخ يختلف الامر كي يكون في التجاره الكلاسيكيه، كي يكون عندك محل ولا اسباس اللي بينا كي تبيعي فيه المنتوجات تاعك، ثم اللي راك تتوجهي للسجل التجاري ولا الضرائب الى اخره. واش رايك سيد اسماعيل؟ انا رايي نصحح على نقطه برك، انه حتى في التجاره الالكترونيه الحمد لله دوك في الجزائر داروا لنا ان كود باش نقدروا نديروا ريجيست كوميرس بلا ما عندنا حانوت. يعني حتى التاجر الالكتروني يقدر يخدم من داره يدير ان ريجيست كوميرس ويكون ماسيوري في لاكاز نوس، ويقدر ميم ياسيوري الخدامين تاعو في لاكناس، ويقدر ثاني كما نقولوا يخلص لي زامبو تاعو. سهله جدا، هي من اسهل الامور ببساطه. نلخصها لك، يهبط للسي ان ار سي يعطي لهم يقول لهم حبيت نخدم تجاره الكترونيه. كاين دو كود تاع تجاره الكترونيه، الكود الاسهل هو بيع وشراء كل انواع المنتجات بالتجزئه الى غايه المنزل. داكور. الكود هذايا 5-1-1-45. داكور. فوالا. يعطيه لهم يعرفوا تما في سي ان ار سي يوجهوه، يبعثوه يخلص اون سوم صغيره تاع 4000 دينار ولا مش فيه شحال، عندي بزاف ملي درتو ما نعرفش شحال راهي دركا. يخلص لا سوم هذيك، يعني دوموندي لو كيلكو بابي في 24 ساعه ما يومين يديروا لك الاخر. كيف تيديرها؟ يروح لي زامبو مصلحه الضرائب، يصرح يدير سيرتيفيكا ديكزيستونس باللي هو شركه راهي تكزيستي، ويديرها شخص طبيعي بيرسون فيزيك، ماشي شخص معنوي. ما يديرهاش صار ولا ايرلي صعب على روحه كيبدا جديد. يبدا بيرسون فيزيك، من بعد لكن فشل في مشروعه ما يخافش، مع الاول في لا ديكلاراسيون تاعو في لي زامبو يديكلاري باللي ما خدمش. مازال ما خدمش، يخلص اون سوم صغيره برك يديرها نيو. كي يبدا يدخل المداخل ديالو يبدا يكبر مشروعه يبدا يصرح. وحنايا في التجاره الالكترونيه عندنا 5% فقط، نخلصوا 5% في الكود اللي كاين. دو كود كاين واحد كود كي لازم يكون عندك سيت بوان دي زاد
اصعب كي يكبر لك المشروع ولا دير. بصح حنايا بور لو مومون لو كود الاولاني سهل جدا وما فيهش كاع تكاليف. التكلفه اللي تجي شويه تجيهم كبيره هي لا كازنوس 3,400,000. بصح هذيك لا كازنوس اخي الكريم تاسيوري روحك تاسيوري روحك باش انت من بعد ديرو ترات دونك ولا لا كناس كي تبدا تخدم خدامين ديرهم بيريود دو تيست من بعد اوبليجي الناس يم يخدموا عندك كيما انت راك ماسيوري لازم ثاني تحب لهم. انا هذه ما كنتش عارفه انا في شركه تاعي درت البوان دي زد بوان دي زد دخله واعره تسمى صعبتي على روحك في الوثائق وفي كلش. ما على ما اظن انه في التجاره الكلاسيكيه في السجل التجاري اوتوماتيكمون راك اوتوريزي باش تخدم بلو سيت انترنت تاعك بلو سيت ويب ديالك. اه ممكن المهم يكون تابعه معها عندها لو ميم كود. داكور نشكركم سميه واسماعيل على كامل هذه المعلومات اللي راهم رايحين يعاونوا بزاف في المشاهدين تاعنا. برك اخر نقطه حبيت نعرف واش هو النصيحه اللي تقدري تمديها للمشاهدين تاعنا اللي راهم حابين يدخلوا في الدومين تاعك. نمد لك نصيحه تطبق على المجال تاعي على كاع المجالات. لا كونفيونس ان سوا اي لا باسيونس. لازم تكون عندك ثقه في النفس على واش راكي حابه واش راكي ديري وكيفاش راك حتافونسي. ولازم يكون عندك بزاف صبر لانه جميع المجال راح ندخلوا فيه راح نلقاو فيه حاجات ملاح وعيانين. تخي بيان. فالصبر هو امر ضروري جدا. سيد اسماعيل واش هي النصيحه اللي تمدها انت اللي حاب يدخل في التجاره الالكترونيه؟ بون نعطي لهم النصيحه الاولى انه يستناو باللي التجاره فيها ربح وفيها الخساره. لكن الحاجه المليحه انه الخساره اللي حيخسر منها حيربط بها اكسبيريونس وراح يتعلم. لو كان ما يفشلش ويثابر ويكمل ممكن جدا القصه اللي كانت راح تكون قصه فشل ليه لو كان حبس راح يولي يحكيها كانها قصه نجاح ويولي يحكيها بالك في بلاطو تاع تلفزيون بعد ما خدم وما الفشل ديالو رجعوا هو نجاح بالصبر والمثابره. مشاهدينا نتلاقاو في عدد جديد ان شاء الله.